من بعد ما اكتشفت ان صاحبتها خديجه دارت لاباس بفلوس ادسنس، نات فاطمه حتى هي فتحت قناتها على اليوتيوب، كتبت سكريبت، صورات راسها بالتليفون وهي كتعادل روتينها اليومي، دارت المونتاج، لحت الفيديو، تفاجات انه جاب لي 20 مشاهده، 5 لي ديسلايك و5 ديال التعليقات كلهم سلبيين. اللي كيقول لها حمدا، اللي كيقول لها كتشوفها على اليوتيوب، اللي كيقول لها كثرتو، جمعوا الدموع في عينيها وهي كتقرا في التعليقات السلبيه. ان شاء الله تنحنتكم، هذه غير البدايه. نات عاودت شدت ورقه وستيلو باش تكتب موضوع جديد وتهضر عليه. دازت لمرحله التصوير وهي تبدا تصور وتمسح تصور وتمسح، وفي التالي استسلمت لصوت الشيطان اللي قال لها يوتيوب ماشي ديالك، شوفي لك شي دومين اخر. عاودت تلاقات مع صاحبتها خديجه، سولتها مالك حبستي، جاوبتها ما بقيتش شايقه في راسي. تحليل فاينبرتي، الأغلبية غيتوقعوا أن السبب اللي خلى فاطمة تحبس عن تصوير الفيديوهات هو أنها حست براسها ما عجباتش المشاهدين، ولكن الحقيقة هضرة أخرى وهي اللي غتكتشفوها معايا في هذا الفيديو اللي غنجاوب فيه على واحد من أهم الأسئلة الوجودية يا أبو راس، واللي هو ثقة بالراس. كيفاش نثق في راسي؟ أولا أجي نعطي تعريف بسيط لشنا هي الثقة بالنفس. الثقة بالنفس حسب فاينبرت ماشي هي أنني نتوقع أنني غنعجب الناس، الثقة في النفس هي ما نتسوقش في حالة ما عجبتهمش. It's okay أنني ما نعجبش الناس. شوف يا صديقي، وحتى أنت يا صديقتي، أنت لست مطالب أنك تكون محط إعجاب الآخرين، أصلا ما يمكنش تعجب كل شيء. وهدفنا من الحياة ماشي هو نعجبوا الناس الآخرين، لكن الهدف الأسمى هو أننا نعجبوا راسنا بالدرجة الأولى ونكونوا مصالحين مع ذواتنا. وقداش ما كنتي راسك عاجبك، قداش ما اوتوماتيكمون غتولي عاجب الناس الاخرين. ومنه فان الثقه بالنفس مرتبطه بفن عدم التسواق. قداش ما كنتي لا تتسوق لاراء الاخرين فيك، قداش ما غتزاد الثقه ديالك براسك. في هذا الفيديو غادي نبارطاجي معاك 10 خطوات عمليه تطبيقيه تزيد بها من ثقتك براسك. واللي حاولت نستنبطها من كلمة confidence بالإنجليزية، واللي اكتشفتها شخصيا بحيث أنني فرقت الكلمة لعشرة أحرف، كل حرف حاولت نخرج منه خطوة من هذه الخطوات العشر. أولا سي كتعني change your words. صغرنا علمونا كيفاش نهضروا مع الآخرين، ولكن واش عمر شي واحد علمنا كيفاش نهضروا مع راسنا؟ وي الكلمات اللي كنقولوهم لراسنا يوميا هما اللي كيأثروا على الثقة ديالنا. هاك خطوات عملية تقدر تبدل بهم اللونغاج اللي كدوي به مع راسك. كنقولها ونعاودها، اللغة اللي كتهضر بها مع راسك أهم من اللغة الإنجليزية، أوكي؟ سو قبل ما تتعلم شي لغة جديدة، تعلم بعدا غير تهضر مع راسك، عاد ديك الساعة خذ ليك لغة أجنبية. بلاصت ما تقول لراسك مثلا ما عنديش معلومات الفلانية، قول كيفاش يمكن لي نطور راسي فيها. بلاصت ما تقول هادشي صعيب، قول هادشي خاصني نعطيه وقت وجهد وخاطر باش نولي واعر فيه. بلاصت ما تقول قول يا ربي قويني نواجه الصعوبات اللي غتواجهني. بلاصت ما تقول خاصني نهرب من المشاكل، قول خاصني نواجهها ونطور المهارات ديالي باش نحلها. بلاصت ما تقول والله ما عنديش الزهر، قول انا اللي ما قلبتش عليه. بلاصت ما تقول هاد المشكلة ما عندهاش الحل، قول هاد المشكلة انا اللي ما قلبش على الحل ديالها، شي علاش خصني نقلب عليه دابا ماشي غدا. الخلاصة ماشي هضرة الناس فيك هي اللي غتحطمك، ولكن هضرتك فيك. نعاودها، It's not what they say about you, it's what you say about you. It's not a geographical location, it's not debt, it's not money, it's not haters, it's not enemies, it's not liars, it's not backbiters, that's not the battleground. Stop wasting your weapons on what people say, because it is not what they say about you that matters. It is what you say about you that threatens your destiny. السبب ان الثقه ديالك براسك طايحه ماشي هو شنو كيقولوا الناس فيك، ولكن هو شنو كتقولوا لراسك. باختصار ما كاينش اللي غيحتقرك اذا ما كنتيش اصلا محتقر راسك، وتا واحد في العالم ما غادي يحقرك اذا ما كنتيش حاقر راسك تماما، كما انه ما كاينش اللي غيقبل عليك وانت اصلا ما قابلش على راسك. المهم امثله كثيره، وما كرهتش كل واحد فيكم يبارطاجي معنا كلمه سلبيه ويحولها لكلمه ايجابيه تزيد من الثقه ديالنا براسنا. واذا عجبكم هذا الموضوع ديال الكلمات السلبيه والايجابيه تقدروا تقترحوا عليا في التعليقات ندير عليه فيديو خاص. ثانيا الاو كتعني open your mind، حل دماغك وتعلم تقبل النقد سواء كان هدام او بناء، وتستغله لصالحك في انك تطور المهارات ديالك. فمثلا اذا هضرتي بلونجلي ونسقتك شي واحد بان الانجليزيه ديالك كتاكل تصرفات، تقبل هاد الهضره
وحولها لطاقة إيجابية تحفزك باش تزيد تطورها. ثالثا نيغليكت، لان كتعني نيغليكت ما تسوقش الاراء الناس فيك لانها كتعبر عليهم وماشي بالضروره عليك. تعلم ما تحطش راسك في موقف الدفاع امام شي واحد، او تحاول تثبت البراءه وحسن النيه ديالك. اللي نواها فيك خايبه فراه نيته اللي خايبه وماشي انت اللي خايب. انت ما مسؤولش على توقعات الناس فيك، واللي قال لك تحتي من عيني قول ليه ما كيشرفنيش نبقى في عينيك. رابعا فيل بيج، فيل بيج. That's right. Fail big. You only live once. So do what you feel passionate about. ان الفشل قداش ما حفر في قلبك حفرة كبيرة كنسميها بلاش، قداش ما كانت قادرة تستوعب نجاح اكبر كنسميه بكيفاش. وهادشي علاش خاصك تفشل مرارا وتكرارا. تعلم تفشل قبل ما تفشل. كيفاش؟ اذا شتي شي واحد ناجح بزاف فعرف ان السبب هو انه فشل بزاف، ومع كل فشل كيتعلم درس جديد وحكمة جديدة. اذا شتي شي واحد واقف بزاف فعرف انه طاح بزاف، ومع كل طيحة تعلم كيفاش يوقف. اولئك الواقفون على قمة الجبل لم يهبطوا من السماء. خامسا الاي كتعني انفست. غالبا ملي كنسمعوا كلمة استثمار كيمشي بالنا الفلوس، فين استثمر فلوسي؟ ولكن نسبة قليلة هي اللي عاقت بالقلب للاستثمار وراس المال الحقيقي اللي هو استثمر فراسك بانك تهلا في ثلاثة ديال الحوايج. اولا تهلا في الصحيحة ديالك بالماكلة الصحية وبالرياضة. دخل تريني في لاصالة سيدي وقف قدام المرايا، هز لبرا وخدم البيسيبس وراسك مرفوع مهزوز. هادو ندير الخطوات العملية اللي كيفوا الثقة بالنفس. احسن استثمار هو تستثمر في الصحيحة ديالك، او كما قالوا استاذي جيم رون، تيك كير اوف يور بادي، اتس ذا اونلي بليس يو هاف تو ليف. تهلا في الجسد ديالك لانه هو المكان الوحيد اللي ما يمكنلكش تبدلو ولا تسافر منه. وبلا ما نساو الماكلة، ما يمكنش تسنى من ارض كتسقيها بماء متعفن انها تنبت لك الورود، كما لا يمكن لوردة ان تنبت وسط المستنقع. وما تسناش من الصحيحة ديالك تنبت لك ازهار ثقة بالنفس وانت كتسقيها بالوجبات السريعة والماكلة غير الصحية المرتفعة السعرات الحرارية من حلويات ومشروبات غازية اللي من بعد ما كتخشيها في كرشك كتحس براسك مرخي وعيان وما قادر دير والو، وزيد عليها ما كتبقاش راضي على الفورمة ديالك وقابلة عليها، فكيف بغيتي الناس يقبلوا عليها؟ كنوعدك ان اذا غيرتي ماكلتك غتغير حياتك. ثانيا تهلا في دماغك بالتعلم الذاتي. حاول تقري راسك براسك وتسقي عينين دماغك بالقراءة في تجارب الناس اللي عندهم خبرة في المجال ديالك، وتسقي ودنيك بكتب صوتية وتحضر المحاضرات تزيد بها من المعرفة ديالك اللي قداش ما تزاد قداش ما كتزاد ثقة ديالك براسك. ثالثا تهلا في روحك عن طريق الخروج للطبيعة وممارسة التأمل والتدبر فيها. اعتزل ضجيج الانترنت من حين لآخر وتدبر ليا في جمال الطبيعة وزيد صالح مع عاداتك، الشيء اللي غيخليك تحس بالسلام الداخلي واللي غادي يخلي الثقة ديالك براسك طالعة. سادسا دي كتعني دويت، وهذه ديما كنقولها ما تسناش تكون مثالي في الحاجة عاد ديرها، ولكن ديرها وبالممارسة ديالك غتولي واعر فيها. You don't have to be great to start, you have to start to be great and fake it till you make it. الله ما عطانا جوج عقول، عقل غيدير الحاجة وعقل يفكر في العواقب ديالها ويشكو واش غتصدق ليا ولا ما غتصدقش. القفزة النوعية في حياتك ما غديرها حتى تقرر ديرها بالرغم من العواقب. في حالة صدقات وانت حققت انجاز في حياتك، وفي حالة ما صدقاتش انت تعلمتي درس اللي غادي يخليك ديرها بطريقة احسن المرة المقبلة. Sometimes we win and sometimes we learn. وبالتالي كخطوة عملية بغيت في كل لحظة تبغيت دير فيها شي خطوة وتسمع صوت الشيطان في وسط منك كيقول شكون اللي قال لك غتصدق؟ قول ليه الهلا يصدق بوها كاع. حتى اذا ما صدقاتش على الاقل غنكتشف طريقة ما خداماش وغنكون افضل في المحاولة اللي من موراها. وديما رجع للطفولة ايامات كان همك الوحيد هو اللعب. ايه كيفاش كنا صغار صاحبي كنا كنفيقوا مع الصباح نفطروا ونخرجوا نلعبوا وحنا كنستمتعوا باللعب وحنا متحررين من سجن التفكير في المستقبل. الحياة في حد ذاتها لعبة كتعطي الناس اللي كيركزوا فيها على اللعب اكثر من التركيز ديالهم على النتيجة. اللي بغيت نوصل من هادشي كامل هو خلي محاولاتك لتحقيق اهدافك لعبة في حد ذاتها، وما تسناش تكون واعر باش تلعب، بل اللعب ديالك المستمر هو اللي غيخليك واعر. سابعا إليمينيت. امتحانات كيو سي ام صعيب تعرف الجواب الصحيح، ولكن سهل تعرف الاجوبه الخاطئه ومنها تسجل الجواب الصحيح. شي مرات كتلقى راسك اكتشفت شي طريقه صحيحه ماشي لانك متيقن منها، ولكن لانك جربتي جميع الطرق الخاطئه. باش تكون عندك ثقه في النفس خاص تكون عندك قوه في التركيز، وقوه التركيز كما عرفها ستيف جوبز ماشي هي تقبل الفكره اللي جاتك لراسك، ولكن تيليميني 100 فكره كتلهيك على الفكره الاساسيه. وهذا الشيء علاش الخطوة الثامنة هي تقول نو. ماشي غير لأي واحد كيدير ونجيك على تحقيق أهدافك، ولكن أي فكرة حتى ولو كانت زوينة غتلهيك على الأولويات ديالك.
ملي كنتامل في حياتي كنلقى راسي وصلت لشي حوايج ماشي بسبب انني قلت لهم ايه، ولكن لانني قلت بزاف ديال اللاءات المشتتات. نهار بغيت نتعلم الشيمي قلت لا للفيزيك والبيولوجي والجيولوجي وتكونسونطريت مع دومين واحد اللي هو الشيمي حتى تقنت عليه الحمد. نهار بغيت نتعلم لونغلي قلت لا العربيه والفرنسي وصبغت حياتي بلونغلي وحتى الطاقه ديالي عليها حتى رقعت المستوى ديالي فيها ولله الحمد. تاسعا تشالنج يوسف، تحدى راسك، حاول دير الحوايج اللي كتخاف منها، لان the cave you fear to enter holds the treasure you seek. الكهف اللي كتخاف تخليه فيه الكنز اللي كتقلب عليه. مثلا تحدى راسك بانك دير اكسبوزي على شي موضوع وهضر مع استاذ كيعطيك الفرصه، اكيد ما غيرفضش وتوقع ان الطلبه غيضحكوا عليك، ولكن تاخذ التجربه باش تحيد ستريس وتدوش بالبرد وتتعلم تهضر امام الجمهور. بحال احمد القحطاني اللي خدا جائزه بطل العالم في الابقاء والخطابه بالانجليزيه سنه 2015، واللي كان في صغره كيتلعثم في الهضره، ولكن نهار قرر يغير حياته، تحدى راسه بانه يبدا يقلب على اي فرصه يهضر فيها امام بزاف ديال الناس حتى وصل لمستوى عالمي. الثقه بالنفس دايره بحال السباحه، ما غتعلمهاش بانك تقرا عليها، ولكن غتعلمها بانك تلاح في بحر الواقع، بانك تواجه المخاوف ديالك وتحدى راسك وتخشي راسك في المواقف الصعبه والمحرجه، وتكون مستعد ومتهيئ نفسيا لتلقي الصدمات واللكمات اللي اذا ما قتلوكش غادي يجعلوك اقوى. وانت كلك واعي بان الخوف ديالك ما غاديش يمنعك من الموت، ولكن غادي يمنعك من الحياه، بانك تعيش حياه ملهمه وغنيه بدل حياه غبيه، حياه غنيه اللي غتساهم بها في انك ترد المغرب الجريح مكان صالح للعيش المريح. عاشرا Into your mind. Empty your mind. Be formless, shapeless, like water. راجز بوحدك ما دير والو، تعلم فن القيام بلا شيء، خوي راسك، ماشي بالضروره ديما خاشي لي زياد فوتنيك فيديوهات في عينيك. الحل الاخر ديكونيكتا هنا او تكونيكتا لهيه، حط التليفون وحط حتى الكتاب وسير لشي مكان هادئ وتصنت لعظامك وخوي قلبك، صفي الدين ديالك، تمزك لراسك، تحرر من كابوس الماضي وشبح المستقبل وعيش في الزمن الان، الزمن الحاضر اللي هو السر الاعظم للثقه بالنفس. لانك نهار تحس براسك ضعيف او ناقص او تحتقر راسك فالسبب هو جوج حوايج، يا اما رجعتي للور الوهم الماضي اللي فات ومات وما بقى فيه غير الذكريات، او زدتي لقدام خدعه المستقبل اللي حتى واحد فينا ما ضمن لراسو واش غيبقى حي باش يشوفه. ملي تحس براسك مخلوع فعرف ان السبب العميق هو انك خايف لتعاود شي خطا ارتكبتيه شحال هادي، او مرعوب من النتائج. هنا قصتك الوتر الحساس، النتائج، فاك النتائج، استمتع بالبروسيس، ودير في بالك ان الناس الواصلين ما كيستمتعوش بانهم يحققوا ارباح قد ما كيستمتعوا بانهم يبدلوا الاسباب. تركيزهم على الاسباب وعمليه صناعه النجاح اكثر من النجاح بحد ذاته هو اللي خلاهم يكونوا ناجحين. وحنا ما كاينش اللي كيخرج علينا قد التفكير في النتائج لدرجه اننا كنحملوا الاسباب وكنعيشوا النتائج غير في الاحلام ديالنا، وهكذا كنبقاو في بلاصتنا. وهذا الشيء علاش الثقه بالنفس هي الوعي التام والدائم بان الطريقه الوحيده لصناعه ماضي فاخر والمستقبل الظاهر هي اغتنام الحاضر. الثقة بالنفس هي تشوف شنو عندك وتحمد الله، احتقار النفس هي تشوف شنو ما عندكش وتشكي الناس. احسن طريقة تحتقر بها راسك هي تقارنه بشي واحد اخر، واعظم طريقة تقوي بها الثقة ديالك براسك هي تقارنه معك كنتي امبارح، تحبوا على ركابيك ودابا الحمد لله كتمشي على رجليك. الطريقة الوحيدة عزيزتي المشاهدة باش توصل داكشي اللي عندك هي تغتنم داكشي اللي عندك، ونهار تحس براسك ما عندك والو سير ضرب دويرة في السبيطار العمومي. واش عطلوا لينا الناس هادو اودي اللي صبر 10 سنين صبر 10 اخرى بغيت الدجينة والدواء الحمار. شوف تزاحم المرضى في السبيطار ما قادرش يهزهم كاملين، حمد الله على نعمة الصحيحة، وفي نفس الوقت ضرب الحساب يمرض لك شي واحد عزيز عليك وتديه السبيطار وما توصلك النوبة حتى يموت لك بين يديك. ماشي بسبب أن التغطية الصحية ما كايناش، ولكن بسبب أن الثقة النفسية ديالك ما كانتش كافية باش تخدم على راسك وتطورو وتغني راسك ودير العاقة وتهلا في الناس العزاز عليك. إذا مرض لك شي واحد تدي أسيدي تداوى في أحسن سبيطارات العالم، وهادشي كله وأنت واعي بأنك ما غاديش تداوي راسك وعائلتك بكبتك، ولكن بيديك وأنت حاس أن الزهر ما كيطيحش من السماء ولكن كيتساعد خدمة بارك تما. هذا مكان كان معكم أستاذ الكيمياء لطلبة التعليم العالي محمد بابور المرقب بفاينبرت. أعجبك المحتوى اللي كان داير، ما تنساش دعم القناة بلايك سبسكرايب وبارتاج، وخليني نستافد من تجربتك مع الثقة بالنفس في التعليقات. ومرحبا بك عندي في انستغرام اللي كنحط فيه ستوريات مفيدة، أو كيما ديما تهلا في راسك وعرف أنك إذا ما صليتيش فيه ما كاينش اللي غيتهلا فيه. Thanks for watching and see you in the next video.
professor of chemistry Mohammed Babur Feinberg was with you. Don't forget to subscribe to encourage me to publish more content like this. And please, if you like the video, you can press the like button and share the video with your friends. Happiness will never decrease by sharing it. Thanks for sharing and see you in the next video.